السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كيف حالك شيخ؟ الحمد لله. بس أنت يا شيخ كنت لقيت 100 ريال إيه؟ في الشارع، أوقع في الشارع. 100 ريال في الشارع، في قرية أو في مدينة؟ لا في مدينة. مدينة أظن الذي يفقد 100 ريال في المدينة لن يبحث عنها سنة. صح؟ أنا شفت ما في يدك. ها؟ ما في يدك يا شيخ معلش. نعم. ما بلادك. نعم، ما سمعتني أقول. يعني الأصل في اللقطة الكبيرة أن النبي قال عرفها سنة فإن جاء صاحبها ولا فشانك بها، لكن لا أظن المتريال في مدينة أن صاحبها يبحث عنها لمدة سنة. فعرفها، عرفها يوم يومين في نفس المكان إن جاء صاحبها ولا استمتع بها. المشكلة يا شيخ أن أنا لقيتها من حوالي 4 أيام. طب بعدين 4 أيام فأنا كنت بحاول أعرفها بس ما عرفت على الحين، يعني كنت منتظر أسأل يعني قل لي روح المكان. ممكن ما أظن إن حد راح يرجع يسأل عليها بعد 4 أيام. أنا كنت ناوي أتصدق بها بصاحبها. ماشي، تصدق بها. ماشي.